ريناوي في تل أبيب. أبرز ما جاء في كلمة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت بالأخص بخصوص الغارة هذه التي شنها الجيش الإسرائيلي على بيروت، وأيضا المتوقع من اجتماع الكابينة الأمني والسياسي الآن. بالفعل قبل بدأ في الساعة الماضية سهام اجتماع للكابينة الأمني والسياسي الإسرائيلي تحت الأرض في مقر وزارة الأمن بتل أبيب. نتحدث عن اجتماع يضاف إلى مشاورات أمنية أضافت إسرائيل عليها نوع من الدراما. بدأت هذه المشاورات الأمنية بشكل كثيف ومحموم منذ الأسبوع الماضي من بعد سلسلة من الاجتماعات. أضافت إسرائيل فجأة هدفا رابعا لأهداف الحرب المعلنة المتعلق بإعادة سكان الشمال بأمان على حد تعبيرهم إلى منازلهم. بالتالي موضوع الاجتماعات والمشاورات الأمنية واجتماع الكابينت هو جزء من الحالة العامة التي تحاول إسرائيل أن تفرضها في هذه المرحلة. إسرائيل الرسمية تقول إنها دخلت مرحلة جديدة من هذه الحرب تصعد من عدوانها على لبنان بحجة مهاجمة حزب الله وتدفيعه الثمن على جبهة الإسناد التي فتحها في 8 أكتوبر الماضي إسنادا لغزة ولمقاومتها ولأهلها ورفضا للمجازر هناك. نتحدث عن تصريحات إسرائيلية بالمجمل تسلك نفس المسار، حتى المعارضة تقف إلى جانب حكومة نتنياهو والمستوى العسكري في هذا العدوان الذي نراه ضد لبنان. بني غانس هذا اليوم قال إنه يدعم المنظومة الأمنية والحكومة حتى لو وصلت إلى مرحلة العمل البري. أيضا يائر لابيد سوف يتلقى إحاطة أمنية من نتنياهو يوم غد، وأيضا صرح تصريحات مشابهة. جالانت قال وادعى أن إسرائيل جردت حزب الله من قدراته العسكرية، بدأت بتجريد حزب الله من قدراته، زعم تدمير آلاف الصواريخ والفوهات المذخرة التي كانت موجهة باتجاه مواطني إسرائيل على حد زعمه. أشار بشكل غير مباشر إلى محاولة الاغتيال الجديدة ضد الضاحية الجنوبية في بيروت عندما قال إن نصر الله الأمين العام لحزب الله بات لوحده على القمة، في إشارة إلى عمليات الاغتيال التي رأيناها في الأيام الماضية، والعملية الكبرى كانت يوم الجمعة عندما اغتالت إسرائيل إبراهيم عقيل قائد وحدة العمليات في حزب الله إلى جانب 15 قياديا من وحدة النخبة قوة الرضوان التابعة لحزب الله. اليوم اعتداء جديد على الضاحية الجنوبية في بيروت، كسر جديد للخطوط الحمر وقواعد الاشتباك السابقة التي فرضت. الآن بعد هذا العدوان وبعد هذا التمادي وبعد حصيلة الشهداء الكبيرة والجرحى في لبنان وأيضا تعميق الغارات وصولا إلى بعلبك وإلى البقاع، هذا أيضا يضع تل أبيب حيث نحن موجودون في مرمى الخطر. نتحدث عن عاصمة الكبرياء الإسرائيلي، في العادة آخر مرة استهدفها حزب الله ليس بشكل مباشر عندما رد على اغتيال فؤاد شكر واستهدف مقرا للوحدة 8200 مقر تابع للموساد في إطار رده وقاعدة جليلوت في إطار رده على اغتيال القيادة العسكري الأبرز في حينه فؤاد شكر. الآن تل أبيب تترقب، نتحدث عن مدينة مركزية وحتى جوش دان تل أبيب الكبرى، الشوارع شبه فارغة، الناس يقفون على كورنيش تل أبيب يراقبون السماء تحسبا لتفعيل صفرات الإنذار في أي لحظة. الناس هنا ليسوا مرتاحين، أيضا بعد الإعلان عن تفاصيل ومؤتمرات للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هم يترقبون بأن يعلن عن قيود على مستوى الجبهة الداخلية. صدقت الحكومة هاتفيا على حالة الطوارئ في كل إسرائيل، لكن حتى اللحظة لم تفرض قيود على العمل والدراسة في تل أبيب، لكن هذا قد يتغير سهام في أي لحظة. بالمجمل إسرائيل تقول إنها ماضية، توسع العدوان، كل التصريحات تهدد بمزيد من تعميق الهجمات بحجة مهاجمة حزب الله وحالة من الترقب. وإسرائيل الرسمية دعت وقالت للأمريكيين إنها تتبع تكتيكا جديدا كما اسمتها التصعيد من أجل خفض التصعيد على حد زعم إسرائيل، ولكن لا أحد يعرف ويمكن أن يراهن على نتيجة هذا العدوان وتعميق العدوان.